أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المتابعة الحثيثة والتوجيهات المتواصلة التي يصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله والرامية إلى رفع مستويات الاقتصاد الوطني قد أثمرت نتائج مالية تبعث على الفخر والاعتزاز، إلى جانب أنها تعزز المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه. وثمن معاليه المساعي الحثيثة والجهود المستمرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والمضي في تنفيذ برامج وخطط رؤية البحرين الاقتصادية. أشار رئيس مجلس الشورى إلى أن النتائج المالية للعام 2019 والتي أظهرت انخفاض العجز المالي الأولي للميزانية العامة تعكس تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين والسير بخطى ثابتة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحقيق التوازن المالي. كما أكد معاليه على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أن مجلس الشورى سيواصل دعم ومساندة القوانين والتشريعات التي تعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية. ثمن معالي رئيس مجلس الشورى حرص الحكومة ممثلة في معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على إطلاع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب بالنتائج المالية الإيجابية ونسب الإنجاز التي تحققت في خفض العجز المالي في الميزانية العامة.